السلام عليكم، معكم دكتور حاتم رشيد. اليوم غنتكلموا على واحد الموضوع اللي هو شائع جدا كيعاني منه النساء، هو تكيسات المبيض. تكيس المبيض يعتبر اول سبب، هو اول مرض غددي يصيب النساء في عمر الانجاب، تقريبا كيمثل 1-8%، وكيتعتبر ايضا هو اول سبب في ارتفاع هرمون الذكوره لدى النساء، مما يفضي الى ارتفاع الى تمديد فترة الدورة الشهرية، يعني كيكون ديسبانيومينوغي في العود، ما البنت كيكون عندها لو سيكل فيه 28 يوم ولا 30 يوم كيولي فايت 35 يوم، وكيقدر يمشي حتى كيقدر يمشي حتى 3 شهور. كما يعتبر ايضا هو اول سبب في تاخر الانجاب لانفيرتيليتي. العلامات او الاعراض اللي كتشكي منهم السيده اللي كتعاني من تكيس المبيض، اولا انها كتجي لانها عندها الدوره الشهريه غير منتظمه، غالبا تتكون طويله، او لان الشعر ديال راسها كيطيح، او لان الشعر زائد في بعض المناطق، او لان عندها تاخر الانجاب او حب شباب الى اخره. دونك هذه هي غالبا الاسباب اللي كتكون عند السيده اللي كتعاني من تكيسات المبيض واللي كتخليها تمشي تشوف الطبيب. ثم كاين العلامات اللي الطبيب تيكتشفها بليكوغرافي، تيكتشفها بالتحاليل. بليكوغرافي شنو تيكون؟ بليكوغرافي تيكون المبيض، كيكون تكيسات في المبيض، المبيض هو هذا، دونك في كل جهه كيكون المبيض على اليمين على اليسار، و تيكون اكثر من 12 ديال التكيسات المحيطه بالمبيض اللي كيكون في كل واحد ما بين 2 حتى 9 مليمتر. دونك كل مبيض تيكون اكثر من 12 تكيس، و تيكون الحجم ديالو كبير، وحتى الحجم ديال المبيض تيكون زايد، كيكون فايت 10 مليلتر. هذه بالنسبه لليسين ايكوغرافيك. ثم التحاليل، التحاليل تيكونوا حتى هما كاين خلل هرموني، مثلا هرمونات الخصوبه اف اس اش ال اش، اف اس اش خصها تكون اكثر من ال اش، عند البنت اللي كتعاني من تكيس المبيض تيكون العكس، كيكون ال اش هو اللي اكثر من الاف اس اش، مدخرات المبيض لا ايماج تتكون طالعه، هرمون الذكوره لا تيستوستيرون تيكون طالع، وحتى لو سيندروم ميتابوليك عند اغلب البنات اللي كيعانيو من تكيس المبيض حتى هو كيكون بيرتوربي، يعني كيكون الكوليسترول طالع، التريغليسيريد طالع، التونسيون طالع، لا غليسيمي. دونك لانسولينو ريزيستونس حتى هي كتكون وكتخلق لنا واحد الاضطراب في الصحه عموما عند هاد لا بيرسون. الاخطار والمشاكل المحتمله عند هاد السيده اللي كتعاني من تكيس المبيض، دونك كاين مشاكل اللي غنقولوا ماشي خطيره، وهي ان السيده ما كتكونش مرتاحه في المظهر الخارجي، هي ان كيكون عندها صعوبه الاباضه وبالتالي تاخر الانجاب. ثم كاين الاخطار الحقيقيه التي يجب تفاديها، شنو هي؟ هي كتكون معرضه اكثر للاصابه بامراض القلب والشرايين، وكتكون معرضه اكثر للاصابه الله يحفظ بسرطان المبيض وسرطان بطانه الرحم، لان كيكون واحد ارتفاع ديال الهرمون الاستروجين. بالنسبه للوقايه والعلاج، الوقايه والعلاج كاين العلاج الدوائي وكاين العلاج غير الدوائي. العلاج غير الدوائي كيبقى هو نمط العيش، نمط العيش يعني يكفي ان السيده تنقص 5% من الوزن ديالها وكيتحسن بزاف ديال الحوايج، كيولي الدوره الشهريه منتظمه، البيلا ميتابوليك تيتقاد، الدهون في الدم كتنقص الى اخره. دونك هذه مسائل مهمه، هو ان نمط العيش خاصها تستعان بواحد التغذيه صحيه، الرياضه، هذه كلها مسائل اللي كتساعدنا. دونك نمط العيش كيخصها تعود فيه اعاده النظر. ثم العلاج الدوائي، العلاج الدوائي كاين ادويه اللي كتساعد كتضبط لنا هرمون الذكوره باش ما يبقاش داك لا تيستوستيرون زايده اللي كدير لنا المشاكل، وكاين هرمونات اخرى، ادويه اخرى اللي كتقدر تاخذها السيده من اجل اصلاح داك الخلل اللي كيخلي ان الدوره الشهريه غير منتظمه، باش كتولي عندها واحد الدوره شهريه منتظمه. ثم في بعض الحالات كنستعنوا بطبيب التجميل من اجل اصلاح بعض الاشياء خصوصا الشعر الزائد. اما فيما يخص تاخر الانجاب، كاين ادويه اللي كتعطي واحد النتائج ممتازه من اجل اصلاح الاباضه ومن اجل حصول الحمل.